تحديات صعبة زي ما حضراتكم متابعين، وطبعا خلال شهر ديسمبر تحديدا، ده نظرا لخوضه طبعا العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات، ما بين بنتكلم دوري أبطال طبعا إفريقيا وكأس العالم للأندية. هنتكلم في كل ده مع ضيفنا العزيز جدا كابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير. صباح الهنا يا كابتن. أهلا بيك. نورنا كابتن جمال، أخبارك إيه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. تعالى نبتدي بدوري أبطال إفريقيا، وإحنا خلاص خلصنا جولتين في مرحلة المجموعات. تمام. وشفت الماتشين اللي فاتوا ازاي، يانج افريكانز ومن قبليه طبعا ميدياما، وهل حسيت ان في حاجه اختلفت في ماتش يانج افريكانز عن ماتش ميدياما؟ طبعا ما فيش شك، طبعا ماتش ميدياما الفرق والاختلاف اللي حصل ان احنا سجلنا 3 اهداف من مجموعه كبيره برضو من الفرص، يعني فرص تعدي مثلا عدد كبير، ولكن مباراه يانج افريكانز سجلنا هدف واحد برضه من عدد كبير من الفرص، ودي اعتقد اللي لازم يلاقي لها حل مستر كولر في الفتره اللي جايه دي، موضوع ضياع الفرص، ولكن صناعتها احنا فعلا بنصنع فرص كتير، ممكن تكون الناس زعلانه، الناس حزينه شويه للنتائج، للتعادلات، الثلاث تعادلات الاخرين من 6 مباريات طبعا كتير على النادي الاهلي، ما بين دوري وما بين بطوله افريقيا طبعا. التعادلات دي معناها نزيف نقاط بالظبط، مفيش شك، مفيش شك طبعا، بس هي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، انما احنا فعلا بنصنع فرص، يعني في اداء بيبقى يوصل لمستوى جيد، مش اداء ضعيف ان احنا ما بنكسبش او تعادل ومفيش اداء جيد، لا، يعني احنا بنقارب جدا من المستوى الجيد، ولكن الفرص ضياع الفرص السهله دي اللي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، نشتغل على المرمى شويه، نشتغل تخصصي كتير في التدريبات اللي جايه، اللعيبه لازم تاخد عندها ثقة في نفسها أكتر من كده، لأن ضياع الفرص ممكن أوقات نسبيا بيفقد الثقة في اللعيب أو بيخليه قلقان لما بيجي له فرصة أو اتنين. هي ضياع الفرص عشان ما عندناش ثقة في نفسنا ولا عشان الثقة زايدة؟ لا معلش، في حالتنا احنا، في حالتنا احنا، لا لا، في حالتنا، في حالتنا في الحالة دي دلوقتي بتبقى عدم تركيز بنسبة كبيرة، ولكن برضو مع الوقت لما بتحصل تكرار ممكن بفقد الثقه شويه، مش بفقدها، بتقل ثقتي. طب ما انا ده دي نقطه عندي بقى لها 3 مواسم لحد دلوقتي تقريبا. لا مش 3 مواسم، 3 مواسم اقدر احسبها. كانت لو مع موسيمان يا فندم، وبعد كده اتكررت مع كولر الموسم اللي فات وموجوده دلوقتي. بس في فرق، موسيماني كنا بنكسب بطولات، ما كناش بنخسر، لو حتى كنا بنسجل. طب ما احنا مع كولر كسبنا برضو بطولات، بس هي موجوده. كسبنا بطولات بس احنا في الاخر عندنا برضو محسوب ان احنا خسرنا بطولتين، الدوري الافريقي وكاس السوبر، فدول برضو بتحصل لنا فيهم مشاكل شويه. انت بمجرد فقدان بطوله لجماهير النادي الاهلي دي بتبقى صدمه كبيره، وده اللي حاصل في الوقت الحالي، انما ايام موسيماني لو عملنا سكاونتنج بسيط هتلاقينا ما فقدناش بطولات كتير او حاجات بسيطه قوي، انما معظم البطولات كنا بنحصل عليها وبنسجل، بنسجل وبنضيع كتير بس بنسجل وبناخد النقط. طب احنا ايه اللي وصلنا للحاله دي من عدم التركيز اللي فيه استدامه؟ يعني المشكله مش في عدم التركيز، المشكله في استدامته واستمراريته. زائد ان بقينا مؤخرا، والمصطلح ده بقى بيتقال كتير، فكره تجديد الدوافع، تجديد الدوافع. هو لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي محتاج حد كل فتره والتانيه مطلقا يزغد وكده بدافع جديد؟ لا خالص خالص، الدوافع على طول متجدده في النادي الاهلي، وبنعرف احنا نعملها كويس قوي كاداره، كجهاز فني، اللعيبه نفسهم، ولكن في سياق ان انت يعني بطولتين في فتره قصيره قوي تخسرهم مع تعادلين في الدوري، مع الجماهير برضه عامله ستريس جامد على اللعيبه والجهاز الفني، فدي برضه بتسيب، يعني بتعمل اثر سلبي شويه. بس ده برضه على مدار تاريخ النادي الاهلي كله، يعني اللي انا عايز اقوله مش حاجات جديده يعني او مفاجاه. مش مفاجاه طيب. ولكن بتاخد لها فترات، انما الفتره دي انا اللي بتحكم فيها، لو انا ما اتحكمتش فيها بشكل جيد كنادي اهلي، بمعنى ان هي ما تطولش معايا، فكانت غالبا بتحصل ولكن فتره قصيره وبنقدر نقوم تاني، انما دلوقتي الوقت المفروض ان احنا فعلا نتغلب عليها. ليه؟ احنا داخلين على كاس عالم الانديه، وداخل بعد كده على كاس السوبر المصري للابطال بنظامه الجديد وشكله الجديد في الامارات، فدخل على بطولتين في فترات قصيره تتحسب لك بشكل كويس. ممكن اسالك سؤال معلش على اللقطه اللي احنا شايفينها دي دلوقتي؟ رجعوا يا جماعه اللقطه بليز. احنا شايفين اللعيبه وهي في الطياره، رجعوا اللقطه. ايوه شوف هنا المشهد ايه، ان كله ماسك الموبايلات بتاعته. وقتكم بقى يعني خليني اعرف منك كابتن جمال، كنتوا بتعملوا ايه بقى وانتم مسافرين؟ يعني ما كانش في موبايلات بقى وقتها، كنتوا بتقعدوا تعملوا ايه في الفترات اللي هي في الداد دي او يعني جرايد؟ بس في جرايد. ايوه ايوه يعني عايز اعرف طبعا فارق برضو زمني مختلف. لا طبعا يعني فارق زمني رهيب، فارق كبير. يعني دلوقتي في موبايلات، في وسيله تسليم، احنا كانت حتى الفترات الطويله اللي بنعملها غالبا غالبا طبعا كان الحمد لله يعني معظمها بتبقى قرايه قران، بنقرا قران وقرايه الجرايد زي ما قال كريم. واللعيب الروش زي معاه ووكمان. ده اللي بالظبط، ده اللي هو بقى ده اللعيب اللي هو يعني مكسر الدنيا.